بمناسبة الكلام عن الصحة، الألعاب القوة طبعا من الحاجات اللي هي مهمة جدا، اللي طول الوقت بنحاول نتكلم عنها ونلقي الضوء عليها، وخصوصا بقى لما يكون فتيات بيتميزن في مجال ألعاب القوة. صفاء محمود هي فتاة تميزت بالفعل في ألعاب القوة في النادي الأهلي، حصلت على العديد من الشهادات والميداليات. حلم صفاء إيه؟ حلمها أنها تصعد للعالمية وتدخل بقى مباريات وترفع اسم علم مصر. زميلتنا العزيزة مارينا أمير أجرت هذا الحوار وهذا اللقاء مع البطلة، بطلة ألعاب القوة في النادي الأهلي صفاء محمود. شوف هذا التقرير ونرجع بقى نسمع الطرب الجميل والصوت الجميل مع سمر الحسيني بطلة ونجمة عرب آيدل، ونسمع مع بعض أحلى الأغاني إن شاء الله، الجديد والقديم. وللأسف كنت طالبة أغنية أسمهان يا حبيبي تعالى الحقني، بس عرفت إن هي مش محضراها، فيعني هخليها تمني عندي إن احنا نسمعها بعد هذا التقرير. انا اسمي صفاء محمود، بلعب العاب قوة عندي 15 سنة، وبدأت العبها من انا عندي 10 سنين. بابايا هو اللي شجعني عليها اصلا، والكابتن بتاعي طبعا له فضل كبير عليا قوي، لان هو وصلني للمرحلة اللي انا فيها دلوقتي. والفريق بتاعي برضو كان دايما هو اللي بيشجعني على التمرين، لما باجي مثلا اتمرن تمرين جامد هو اللي بيشجعني وكده. العاب القوة اولا هي كذا لعبة، مش جري بس، وعندنا طبعا في الجري كل واحد بيحدد رقم معين. الحمد لله احنا بنعمل ارقام كويسه جدا، يعني انا عندي ديانه دقيقه في ال 400 متر اللفه الكامله، وده رقم حلو جدا بالنسبه لسني والمرحله اللي انا بلعب تحتيها. واخده تاني في 300، وتاني في 200، وتالت في 300 مره. وبطولات الجمهوريه مدارس خدت اول مرتين 200 متر، والاولى على الجمهوريه وعلى المحافظه وعلى الاداره. انا نفسي طبعا ابقى يعني مش بطلة محلية وبس، يعني طموحي أكبر من كده إن أنا أبقى بطلة عالم إن شاء الله. كنت بشجع صفاء، لقيت فيها الموهبة اللي هي بتاعت الجري ديت، فوديتها للكابتن بتاعها. بتتمرن في الأسبوع 5 أيام، كل يوم بوديها الساعة 5 وأجيبها الساعة 8. والله أنا لما لقيتها كويسة بتاخد بطولة الجمهورية، نفسي تاخد البطولة بتاعت أفريقيا وتدخل إن شاء الله كأس عالم والأولمبياد بتاعت طوكيو 2020، بنجهزها لكده بإذن الله. صفاء بنتي الحمد لله، يعني هي كانت في الدراسة من هي صغيرة الحمد لله متفوقة، وبعدين حبينا يعني لقينا فيها موهبة الرياضة كانت فيها كويسه جدا، والحمد لله هي من وهي سن 10 سنين لقينا فيها الموهبه دي كويسه قوي، وكانت بتحقق ارقام كويسه من وهي صغيره، ودخلت بطوله الجمهوريه والحمد لله حققت فيها برضو ميداليات ذهب الحمد لله. بنحاول نوفق بين الدراسه وبين التمرين، انا بشجعها دايما، وعندي اخواتها اصغر منها مويه بتلعب جمباز تحت 7 سنين، وعندي ريتال بتلعب سكواش، وعلي اخوها اولى ثانوي بيلعب كرة قدم مواليد 2002. الحمد لله هم كلهم بيلعبوا رياضة، والحمد لله متفوقين دراسيا، وربنا يوفقهم واشوفهم ابطال عالم ان شاء الله.